للمزيد ينضم إلينا هاتفيا أستاذ أمير نبيل الناقد الرياضي. أستاذ أمير أهلا. أستاذ أمير أهلا بحضرتك معنا في هذه النشرة الرياضية. يعني توقعاتك للتشكيل اللي هيبدأ به حسام البدري في مباراة أنغولا، وده في ظل طبعا غياب محمد صلاح والنيني. بالتأكيد تحياتي لحضرتك ولكل السادة المشاهدين. بالتأكيد الحدث الأبرز حاليا أو أنظار الجميع تتجه لمنتخب مصر، أكيد المهمة يعني لن تكون سهلة بداية المشوار في تصفيات كأس العالم. بالتأكيد معروف أن البدايات دايما بتبقى مهمة في مثل هذه التصفيات، البداية اللي بتقدر تبني عليها يقدر يبني عليها المنتخب بقية مشواره، ومطلوب منه أنه يحقق نتيجة إيجابية في مباراتي أنغولا والجابون. فبالتالي خيارات المدرب حسام البدري كانت يعني تتوافق مع المباراتين والجدول الزمني يعني الضيق أو ضيق الوقت ما بين المباراتين. فبالتالي العناصر اللي عنده ده اللي يمكن حاول الكابتن حسام البدري المدير الفني ان هو يفكره خلال حضوره في التدريبات او التصريحات اللي يعني ادلى بها على هامش المران الاول للمنتخب امس. واعتقد ان العناصر المتاحه عنده يمكن تتعوض ابرز الغيابات اللي احنا شايفينها طبعا في صفوف المنتخب، وهي محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي ومحمد النني نجم خط وسط ارسنال. فاعتقد ان الثنائي ده تحديدا يعني كنا نتمنى ان هم يبقوا موجودين نظرا لخبرتهم والاضافه الفنيه الكبيره اللي بيقدمها كل لاعب في مركزه في الفترة الحالية. دايما في فكرة بديل صلاح بتشغل اي مدير فني في يعني سواء الجهاز الفني الحالي او السابق او الاسبق بما يمثله صلاح من قيمة فنية كبيرة طبعا بالتأكيد في هجوم المنتخب المصري. ولكن العناصر اللي اختارها الكابتن حسام البدري اعتقد انها ممكن تديله التعويض النسبي اللي يقدر يعتمد عليه. اعتقد في مركز محمد صلاح هو مختار اكثر من بديل زي احمد سيد زيزو لاعب الزمالك، زي حسين الشحات لاعب الاهلي، زي يعني اعتقد دي العناصر اللي ممكن يعتمد عليها. وان كان حتى يعني المدير الفني بيامل حتى اللحظه الاخيره ان حتى لو ما كانش متاح صلاح او النني لمباراه انغولا في بدايه المشوار انه يبقى متاح لمباراه الجابون اللي هي هتبقى في الجوله الثانيه. وفقا للقواعد او الاشتراطات الصحيه الخاصه ب كورونا المعمول بها في انجلترا واجراءات العزل الصحي. طيب لكن كان لحد الامس كان هناك ما زال الامر غير محسوم، وكان الصحف والمواقع الالكترونيه بتتحدث عن يعني امكانيه تفاوض او مفاوضات بتحدث سواء من خلال مخاطبه الفيفا او بالحديث مع ليفربول والاتحاد في انجلترا. يعني ما اخر هذه المفاوضات فيما يخص صلاح؟ يعني هو لسه حتى الان الموقف لا يزال معقد، وان كان يعني يعني الجهاز الفني بيشتغل على فكره ان هو ما يبقاش متاح عنده بالنسبه له صلاح او النني، لان طبعا فكره التواصل مع الاتحاد او مع نادي ليفربول الانجليزي او المسؤولين في الاتحاد الانجليزي عن فكره يعني انضمام المحترفين في الفتره الحاليه وفكره التصعيد من الفيفا، اعتقد ان ضيق الوقت برضه هيبقى صعب ان انت تقدر تحصل على خدمات اللعيبه حتى لو بشكل مباشر من رحله طيران الى الجابون. ف يعني ده اللي يمكن بيخلي الجهاز الفني بيتعامل على الخيارات المتاحه عنده عشان يعني ما يقدرش يبقى الاعتماد بشكل كلي على لعيبه ما يقدرش مش متاح ان هم يبقوا متواجدين في الفتره دي. اعتقد ان دي مش مفاجاه او ما تخصش اللعيبه المحترفين المصريين بس، لكن يعني في كتير من اللاعبين اللي في مختلف المنتخبات الافريقيه واجهوا نفس المشكله. فيعني اعتقد ان ده بيدي الفرصه للمنتخب الجهاز الفني ان هو يجهز البدائل اللي عنده. اشكرك الاستاذ امير نبيل الناقد الرياضي، شكرا جزيلا لك.